مرسوم لسنة 2014 رئيس دولة فلسطين قرر محن الفقيد المناضل جمال عبد الرؤوف عرفات أبو رؤوف وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا تقديرا لدوره الوطني والنضالي كواحد من رواد العمل من أجل إعلاء شأن القضية الفلسطينية في جميع المحافل ومع حركات التحرر العربية وبخاصة الثورة الجزائرية وتثمينا لجهوده في إطار الدبلوماسية الفلسطينية الأولى التي واكبت الحركة الوطنية الفلسطينية محمود عباس رئيس دولة فلسطين.